Tocando sua xere. Cadu, 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 cadu. أحبائي سعيد لي صباحكم إن شاء الله. بونجور تول موند، جود مورنين. اليوم فيديو اليوم هو حديث عن المسار ماستر نمبر رقم 33. في الحقيقة يعني أصعب مسار وأعلاهم في الدرجة، في درجة الوعي الروحي. قبل ما أبدأ الحديث عن أصحاب المسار رقم 33، سأضع لكم صورة في بداية الفيديو حول ما يسمى بحساب العام الشخصي، يعني نتسلوا شوية أنا وياكم بما أننا محجوزين في البيت ما عندنا وش نعمله فعلى الأقل نسليوا نفسنا شوية. في علم الأرقام عندهم ما يسمى بالسيكل دو في أو دورة الحياة. بالنسبة ليهم دورة الحياة فيها 9 سنوات، وحددوا كل عام بمعنى من رقم 1 حتى الرقم 9، حددوا كل عام بمميزات معينة. فإحنا مثل العادة في كل مرة أنا نعطيكم معلومة، قلت لكم دايما طبقوا هذه المعلومة على حياتكم وشوفوا إذا هذه المعلومة تناسبت مع ما عشتوه في حياتكم أو لا. فالعام الشخصي كيف نحسبه؟ العام الشخصي ناخذ يوم الميلاد. رح نعطيكم مثال، نخلي لكم مثال، نكتب الآن سأكتب لكم مثالا على سبورة بنتي طيب ناخذه يوم الميلاد زائد شهر الميلاد زائد العام الحالي، أوكي؟ فمثلا أنا مولودة 21/5، فنحسب 21 زائد 5 زائد ماذا؟ زائد 2020 اللي تعطينا 4، أوكي؟ فحسبوا تواريخكم الأعوام الشخصية. إذا كنتوا تتقنون الإنجليزية والفرنسية فيكم تروحوا تشوفوا ما معنى العام اللي وجدتوه، راح توجدوه عام من 1 إلى 9، أوكي؟ إذا لقيتوا رقم أكبر من 10 اختزلوه إلى عام أقل من 9. كما قلت لكم إذا كنتوا تعرفوا فرنسية وإنجليزية دوروا في ابحثوا في جوجل عن ما يسمى العام الشخصي وشوفوا النتيجة اللي طلعت لكم، ما هي العام الشخصي أو ما هو العام الشخصي لديكم. وإذا عجزتوا عن ذلك سأعمل لكم فيديوهات حول السنوات من 1 إلى 9 بالعربية. برك قولوا لي في التعليقات، خلوا لي تعليقات، قولوا لي لم نجد المصدر وأنا أعمل لكم فيديوهات. هذه واحدة. ثانيا حبيتكم تعرفوا ما يسمى بخريطتكم الفلكية، كذلك يعني شيء مدهش أنك تعرف كيف كانت الكواكب والأفلاك حينما ولدت أو حينما جئت إلى هذه الدنيا أو إلى هذه الأرض. وهذا اللي قلت لكم عليه، كل شخص عنده بصمة روحية حتى فيما يخص الكواكب مثلا، فيما يخص المسارات، يعني مسارات الكواكب وتواجدها حول الشمس وحول الأرض. فكل واحد منا عنده ما يسمى بخريطته الفلكية، فأنتم تقدروا تعملوا ما يسمى بخريطتكم الفلكية في جوجل، تكتبوا side reel. راح أترك لكم اللينك، أوكي؟ راح أترك لكم اللينك في الوصف، ويعني تسلوا فيكم تروحوا تشوفوا خريطتكم الفلكية ماذا تقول وما هو برجكم الحقيقي، يعني بغض النظر عن البرج الشمسي، لأنه مثلا أنا جوزائية لكن هذا برجي شمسي، لكن هناك ما يسمى بالبرج الروحي أو البرج القمري. طيب أعود إلى المسار رقم 33. في الحقيقة وجدت من الصعب جدا الحديث عن هذا المسار. لماذا؟ لأنه من الصعب أن يتحقق على أرض الواقع. هو مسار روحي عالي الدرجة. المسيحيين مثلا يعتقدون أن صاحب المسار رقم 33 وهو شخص
مرتبط بالمسيح أو مرتبط بالله حسب اعتقادهم طبعا، مع احترامي لكل المسيحيين وكل المعتقدات. تعرفوني أنني إنسانية المذهب ولا أريد أن أتكلم عن أي دين. فقلت يقولوا أنه أعلى درجات الوعي الروحي، أعلى درجات الوعي الروحي، وأنه متصل مباشرة بالله. أوكي، لذلك سميت الفيديو أنا المعلم الروحي. صاحب المسار رقم 33 هو معلم روحي، هو قائد، مش مثل المسار رقم 11 قائد روحي a leader، لا هو معلم، قد يعلم البشرية مثل لا أدري، يعني ممكن أن يرتقي إلى مصاف النبلاء الروحيون مثل غاندي ومهاتما غاندي وبوذا إلى آخره. طبعا البوذا البوذية تحولت إلى دين، لكنه هو كشخص كان معلم روحي. طيب، هذا المسار قلت من الصعب أن يتحقق في الحياة. لماذا؟ لأنه الناس اللي وصلوا إلى تحقيق هذا المسار على أرض الواقع قلائل جدا. يعني ليس لدي أمثلة يمكن أن أعتمد عليها في البحث، ليس لدينا أمثلة يمكن أن نعتمد عليها في جمع خصائص شخصيات معينة. لكن أنا أذكر شخصية شهيرة ممكن تعرفوها لا أدري، هي مدام إيزابيلا روس أو إيزابيل روس. هذه كانت طبيبة عقلية، لكن قبل أن تصبح طبيبة عقلية درست طب قبل أن تهاجر إلى أمريكا مع زوجها إيمانويل روس. وقبل ذلك في سن 16 سنة، هذا لما يكون المسار طبيعي بمعنى pure، يعني أن الطفل يشعر بقدراته الخارقة منذ الطفولة، يحس أنه غير عادي. فهذه الشخصية مثلا في سن 16 سنة ذهبت إلى معسكرات الحرب العالمية، وكانت رغم صغر سنها يعني 16 سنة طفلة يعني، وكانت اشتغلت كممرضة في إعانة المصابين. وأثناء عملها هناك كانت قد رأت رسومات لفراشات سوداء، كان قد رسمها الأطفال اليهود قبل أن يعدموا، يعني شيء مقزز. أوكي، يعني لما الأطفال اليهود avant l'exécution قبل أن يعدموا كانوا رسموا فراشات سوداء على الحوائط، يعني كلهم من دون استثناء. وهذا طبعا أثار شغفها العلمي وأثار فضولها، فتساءلت لماذا رسم هؤلاء الأولاد الصغار، يعني أولاد صغار 5 سنوات 6 سنوات إلى آخره. وهذا التساؤل قادها فيما بعد إلى دراسة علم الطاقة وعلم الأرواح، وأعطت لنا ما يسمى في أمريكا لما كانت عمرها 43 سنة، كتبت لنا أول كتاب حول مراحل انتقال الروح إلى العالم الآخر. أوكي، وهي حددتها بـ7 مراحل. وهذا الكتاب أثار ضجة آنذاك، هو ليس كتاب عفوا، هو مقال، وأثار ضجة آنذاك في ذلك الوقت. وثم اشتغلت بعد ذلك، بعد هذا المقال، اشتغلت في مساعدة الأرواح التي يعني الناس اللي محكوم عليها بالموت، dans les soins on va dire palliatif intensif palliatif، في الناس اللي كانوا عارفين أنهم سيموتون، بمعنى تعاونهم أو تساعدهم على تحقيق ما يسمى الموت مع الموت. لا أجد الكلمة، أنا آسفة، تحقيق ما يسمى بلو دوي دو ليسبري أو عزاء الروح، نعم هذه الكلمة صحيحة، أنا آسفة، عزاء الروح، بمعنى أن يتقبل الإنسان
أو الروح أن تتقبل أنها ستموت، لأنها تعرف أنها ستموت. طيب سأخرج من هذا الموضوع لأنه موضوع يجيب الشلل. طيب نرجع للمسار رقم 33. المسار رقم 33 يتطلب شروطا كثيرة، منها أنك تحقق المسار رقم 11، وأنك تحقق المسار رقم 22، وأنك تعيش جيدا المسار رقم 3، لأن هذه كل الأرقام الموجودة عندك. أولا المسار رقم 11 لأنك لازم تحقق ما يسمى درجة الوعي الأولى، والمسار 22 من خلاله ستحقق درجة الوعي 2، نيفو دو كونسيونس 2، درجة الوعي رقم 2. والمسار رقم 3 تحقق به ما يسمى التعبير، وأنا سأضع لكم في نفس الوقت المسار رقم 3 حتى تعرفوا عليه. فإذا حتى نصل إلى تحقيق مسار رقم 33 بصورة جيدة، علينا ماذا؟ علينا أن نلتزم أو أن نحقق شروطا كثيرة. ولا يكفي حقيقة، لا يكفي تماما أن يكون لدينا الرقم 33 على الورق، يعني لا داعي لأن يتفاخر الإنسان ويقول أنا رقمي 33، لأنه إذا ما حققش كل درجات الوعي هذه، من المستحيل أن يصل إلى درجة الوعي 33، أو إلى لأنه 33 هو أعلى درجات الوعي الإنساني، يعني طاقته ذبذبته عالية، son niveau vibratoire est très élevé، مستواه الذبذبي عالي جدا جدا جدا. وهذا أول مشكلة صادفه في حياته صاحب رقم 33، أنه يصعب عليه السيطرة على طاقته. أول مشكلة يصادفها ممكن منذ طفولته أنه ممكن يدخل في حالات اكتئاب مجهولة، يعني لا يعرف مصدرها، لماذا أنا هكذا؟ لأنه طاقته، لأنه تعرض إلى طاقة كونية، أو لأنه امتص طاقة كونية كبيرة جعلته في هذه الحالة. فإذا صاحب الرقم 33 هو مسار صعب جدا 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 تحقيقه، ولكنني مثل ما قلت سأتكلم عنها الآن باختصار. نحب نقول لكم هنا بين قوسين أنه هذا المسار لا يخضع لأي شرط ولا يخضع لأي قاعدة أغنغم، يعني لا، يعني ما عندنا حتى قاعدة نقدر نقوله أن هذا المسار يخضع لها، أو أن أصحاب هذا المسار يخضعون لها. فلاهم، نعطيكم مثال، فلاهم عقلانيين ولاهم لا عقلانيين، فلاهم أحيانا يبانوا أذكياء جدا وأحيانا يبانوا أغبياء، أحيانا يبانوا روحانيين وأحيانا يبانوا سطحيين أو لا أدري بين قوسين بلداء، أحيانا يبانوا نوابغ وأحيانا يبانوا مسيو مدام تول موند، ناس عاديين لا يخضعون لأي قاعدة. لكن هناك صفات أساسية سأذكرها لكم. هنا سأذكر أهم الشخصيات قبل أن أنسى، لأني ما عملتش هذا المسار بما أنه لا يخضع للعادي، فأنا أردته أن يكون مسار غير عادي، فلن أعملكم مثل المسارات الأخرى، الحروف إلى آخره، لأنه لا يتحكم فيه أي حرف، ولا يتحكم فيه أي مسار، ولا يتحكم فيه أي قاعدة. أهم شخصيات هذا المسار عندنا أغاثا كريستي الكاتبة، وعندنا كذلك ألبرت أينشتاين. ألبرت أينشتاين يا جماعة، تعرفوا أن ألبرت أينشتاين هو أذكى مخلوقات الله على الأرض، ولحد الآن تتم دراسة دماغه، يعني دماغه محفوظ ويتم دراسته، يعني حبوا يفهموا ما سر هذا الدماغ. والسر أكيد أنه إلهي، وليس سرا كيميائيا، وليس سرا علميا، يعني ما يعرف بالحدس لا يمكن فهمه بالعلم. طيب إذا اكتشفت قدراته الشخص 33، لاحظوا، وعاش، سمعوا مليح، وعاش داخل دائرة عائلية روحية منذ الصغر،
فهذا سيساعده على ماذا؟ على تطوير درجات الوعي لديه، وسيساعده أن يكون ماستر روحي فيما بعد، spiritual master فيما بعد. لكن مثل ما قلت، بشرط أنه يوجد في ظروف يعني روحية مناسبة منذ الطفولة. من صفاتكم الأساسية طبعا الذكاء الخارق، الإبداع، الإلهام، الروحانية المفرطة. وأهم صفة مشتركة في أصحاب المسار رقم 33 هي الإتقان. الإتقان يريد إتقان كل شيء، يبحث عن الكمال في كل شيء. perfectionist يعني أنت مثلا تريد أن ترى كل الأشياء حولك في صورة كاملة، وهذا أهم شيء سيؤثر عليك سلبا في حياتك. أنت شخص مثالي، وأهم صفة فيك أنك خلوق جدا. أصحاب المسار رقم 33 بالفطرة أشخاص هادئين ومتخلقين جدا، لا يجرحون الناس، لا يدخلون في مثلا في الكذب أو في نميمة أو في الشر، في الشرور بكل أنواعها إلى آخره. هم أصحاب أخلاق رفيعة جدا جدا، يعني إلى أقصى درجة ممكن تتصوروها. لذلك يعني منذ الصغر ستميلون إلى مساعدة الآخرين وإلى تقديم يد العون لكل من هو بحاجة إليك، وهذا كذلك مشكل لأنه سيقودك إلى الانتهازيين. أحيانا ستصادف الكثير من الانتهازيين في حياتك، لأنهم سيعرفون أن دربك كله ناجح، وأن حياتك يعني تتخللها نجاحات كثيرة، ويعتمدون على عطفك وعلى حبك وأخلاقك في الحصول على أشيائهم أو على أهدافهم. من سلبياتك أنك تبدو جاف جدا مع الآخرين، يعني في محيطك أنت تبدو وكأنك نرجسي ومغرور وجاف مع الناس. وإذا لاحظت كل الماسترز في العالم، كل الروحانيين ماسترز الروحانيين في العالم، يعني لي غران ماتر سبيريتويل، كلهم يبدون مهملين للمحيط، جافين نوعا ما، وهذا بسبب طاقتهم العالية. يعني مثلا الناس تكلم فيه وهو ماشي مثلا لا يرد، الناس تحب تصافحه وهو لا يصافح. وهذا ليس لأنهم يكرهون الناس، حذاري، بل لأن طاقتهم الفيبراتوار الفيبريشن تبع طاقتهم عالية جدا، فعندهم نوع من الإهمال. يسون ديزانتيريسي بار لا ماتيير، هذا هو، عندهم نوع من الإهمال للمادة، لا يهتمون بالمادة. حتى تحقق مسارك الأصلي أنت كشخص، يعني مسارك الأصلي اللي هو المسار 33، عليك أن تعمل كنترول دائم على رغبتك في اكتمال الأشياء من حولك واكتمال الناس كذلك، لأن الناس ليسوا على نفس طبقتك في الذبذبة. أنت شخص متعاطف جدا 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 مع البشرية بصورة عامة، ومع كل شخص بحاجة إلى المساعدة. مساعدتك لا تمس الأشخاص أو الأجساد فقط، بل يمكن أن تطال الأرواح، يعني أنتم بإمكانكم حتى أنكم تتواصلوا مع الأرواح، مع أرواح الناس المتوفية أو الميتة إلى آخره. يعني عندكم تواصل روحي عالي، سواء مع الأجساد، الأرواح التي موجودة بأجساد، أو الأرواح التي خرجت من الأجساد. في حياتك إذا حققت على الأقل درجة الوعي رقم 11، اللي هي درجة الوعي الأولى، ستحقق نجاحات كبيرة جدا جدا في أي عمل ستقوم به، كطبيب أو كمهندس أو كتقني أو كعامل بسيط،
أي عمل ستقوم به. طبعا إذا كنت عامل بسيط فمعنى ذلك أنك أخفقت في مسارك، لأن قدراتك العقلية تفوق بكثير قدرات أي شخص بسيط أو أي شخص عادي. في طفولتك ستعيش نوعا من الضبابية، نوعا من الإهمال، من الفوضى العاطفية، من الفوضى الحسية إلى آخره. قد تخلط أحيانا بين الواقع والخيال، يعني ممكن ترى أشياء لا يروها الآخرون وتحس بأنها حقيقية رغم أن الآخرين لا يرونها، وهذا بسبب أن الدماغ آنذاك، يعني دماغك كطفل آنذاك لم يكتمل بعد، وانت قدراتك الروحية عالية، فتصبح ترى بأشياء، ترى يعني مخلوقات روحانية وأنت لم يعني تحقق بعد النضوج البيولوجي، يعني دماغك لم يكتمل بعد. لذلك الأطفال ذوو المسار رقم 33 يجدون صعوبة كبيرة في التعامل مع الأطفال الآخرين، ويجدون نوعا أقول من الصعوبة إذا مع الأولياء، إذا عبروا عن الأشياء التي يرونها. أما إذا لم يقولوا، لأن الأطفال الصغار أحيانا يقولوا أنهم يرون كذا وكذا وأحيانا لا يقولون، إذا كنت أنت لم تحقق المسار رقم 3 ولم تكتسب القدرة على التعبير اللي عند المسارات رقم 3، فإنك لن تقول لوالدك أو لأمك أنك رأيت كذا وكذا، وبالتالي لن يحصل تصادم. لكن التصادمات مع الأولياء ستبدأ في الوقت، لأن الأولياء لن يفهمون أكيد، وسيأخذونك إلى طبيب حتى يرى إذا كان عقلك سليما. فالتصادمات ستبدأ من الوقت الذي ستبدأ في الحديث عن الأشياء التي تراها. هنا نحب نشير كذلك إلى كل الروايات التي ترونها في اليوتيوب عن أطفال قالوا أنهم عاشوا حياة أخرى إلى آخره، يعني وحكاوا روايات حقيقية، مثل الطفل مثلا، الطفل الاسكتلندي اللي روى رواية سيدة عاشت في، والعلماء يفسروها بظاهرة تناسخ. أنا أفسرها بأنهم أشخاص روحانيون مثل المسار رقم 33، وتعرف على حيوات أخرى، على حيوات أخرى، أو تعرف على أرواح قد ماتت أو قد توفيت، أرواح عاشت في السابق. طيب، سأكتفي بهذا القدر لأن الحديث عن المسار رقم 33 حديث طويل جدا جدا. مهمتك الأصلية في الحياة هي القيادة الروحية وإنقاذ البشرية بصفة سابقة، خيمة يغي بمعنى مثلا الآن في الفترة التي نعيشها في البانديمي هذه، في الحالة الصحية التي تعيشها الآن، يعيشها سكان الأرض. فإذا كنت صاحب مسار رقم 33 ناجح، فوظيفتك تبدأ الآن بتحقيق الصحوة العالمية وصحوة الناس طبعا، إلى يعني وعي الناس إلى الصحة وإلى الاعتناء بالأرض والاعتناء بالحيوانات إلى آخره. مثل ما قلت لكم في بداية الفيديو، صعب جدا الحديث عن هذا المسار لأنه لا يخضع لأي قاعدة، فأتمنى أني نكون وصلتكم أكبر قدر ممكن من المعلومات. إلى أن ألقاكم في فيديو آخر، مع السلامة أحبائي.